خصم عليك 400 والله جبت عليه والله ما تجيك والله اعطيتك فرصه ما يلا الشاي حق سلطان برد اعطونا القرعه يا جماعه الخير يلا القرعه على الشاشه وقف حياك الله يا فارس الحربي اللي بعده اعطونا القرعه اللي بعده وقف مرحبا يا وازع الهشال اللي بعده اعطونا اياه الثالث معانا في بتنحرق الاضاءه وقف مرحبا نواف الروقي حياكم الله شباب فارس ووازع ونواف الروقي نروح مباشرة جاهزين يلا وين بتروح يا فارس رياضة اقتصاد وتجارة ثقافة وإعلام ثقافة وإعلام يلا نروح للثقافة والإعلام سؤال فارس في الثقافة والإعلام لا تحركوا لي يا جماعة الخير الحين يلا السؤال في الثقافة والإعلام يقول وفاء وكالة أنباء قديمة ومعروفة فهل هي فنزويلية فرنسية فلسطينية الصوت يا شباب الصوت شباب شباب الصوت فلسطينية فلسطينية أثبت ثبت فارس تعرف الإجابة ممكن ممكن فلسطينية قلتها بعد 8 ثواني وكأنك واثق الإجابة يا فارس كانت صحيحة يلا فارس معاك 400 نقطة أعطونا الأقفال 15 خصم 500 يا فارس ولكن افتح قفل آخر مخصوم عليه 500 22 وبنشوف القفل الآخر أخصم 500 على اسم يبدأ بحرف الميم يا فارس طبعا في حال شوف شوف أصبر شباب أصبر شباب في حال فارس في حال شباب دقيقة بس دقيقة في حال ما خصمت على أحد حيخصم عليك 5000 نقطة وتذكرها جيدا مهذل 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 يلا مهذل ينخصم عليه 500 يلا مهذل طبعا فارس جاوب صح واخذ 400 وانخصم عليه 500 فصار ماينس حتى الان 100 ومهذل مخصوم عليه 500 ولكن فارس ان شاء الله يعوض في سؤال الحظ نروح الى وازع جاهز يا وازع جاهز اقتصاد وتجاره ثقافه واعلام او رياضه رياضة رياضة نروح للرياضة السؤال يقول في الرياضة وهو أول سؤال في هذا القسم سيذهب إلى وازع الهشال معك 30 ثانية عليك أنك تجاوب سريعا لاعب سعودي فاز بلقب أفضل لاعب في آسيا 2005 فمن هو حمد المنتشري سامي الجابر ياسر القحطاني وخليك مركز بدون نظرات وبدون تعليمات لأن بينخصم على اللي بيغشش 5000 ياسر القحطاني ثبت نعم ثبت ياسر القحطاني تعرف الإجابة؟ والله مع ياسر مع ياسر لأنه يحب ياسر ولكن للأسف كانت الإجابة خاطئة هو حمد المنتشري يلا المعروض خير خلينا نشوف الأقفال حق وازع حيحرق أحد الأقفال اللي بتكون يا إضافة يا خصم من 1 إلى 30 كانت الأقفال هي واحد كان فيه إضافة 500 لشخص هذا يا رجل من كنت بتضيفها طيب؟ مهذل ها؟ مهذل كنت بتضيفها لمهذل؟ مهذل تحية لوازع لنا فيها هديها لمهذل
بس انا ما جاوبت. لا لو جاوب صح كان اضاف له. لو انها جاءت يلا نروح مباشرة إلى نواف الروقي. وين بتروح؟ رياضة، اقتصاد وتجارة، أو ثقافة وإعلام؟ ثقافة وإعلام. يلا أعطونا الثقافة والإعلام. الثقافة والإعلام، السؤال يقول في الثقافة والإعلام. معاك 30 ثانية عليك إنك تجاوب سريعا. فيلادلفيا كانت تطلق على عاصمة عربية، بيروت، عمان، نواكشوط. عمان اللي هي الأردن، بيروت، الأردن، نواكشوط. فيلادلفيا كانت تطلق على عاصمة عربية، بيروت، عمان، نواكشوط. بدون صوت ركز وجاوب يا نواف الروقي. بيروت. ثبت بيروت. في آخر 4 ثواني كانت الإجابة للأسف يا نواف الروقي خاطئة، هي عمان الأردن. ولكن معوض خير وراحت عليك 400. خلونا نشوف الأقفال الثلاثين اللي بيختار منها نواف الروقي. كم رقم القفل؟ 30. كان فيه أخصم على 5 أشخاص كل واحد 100 نقطة. الحمد لله. ولكن يلا ترى 100 يعني خفيفة يا جماعة الخير، افترض 1000 ولكن يلا راحت. ايه لاني انا احب اسلوب الخصم يا جماعة الخير، وايضا احب اسلوب الاضافة. يلا سؤال الحظ، جاهزين؟ يلا شيك الاضافة مع بعض بس. يلا سؤال الحظ يقول يلا حبيبي يضغط غير، خلوكم مركزين. السؤال يقول نراه في الشتاء 5 مرات أما في الصيف 3 مرات، المطر، القمر، النقاط. نراه في الشتاء 5 مرات أما في الصيف 3 مرات، المطر، القمر، النقاط. المطر. فارس. النقاط. الإجابة النقاط صحيحة. مبارك. سرعة البديهة كانت متأخرة اليوم، ولكن التركيز كان مطلوب لأنه كان مخصوم على فارس، فرجعت له 800 نقطة، فأصبحت حصيلة 700 نقطة. أقدر أهديها 800؟ هذه فيها 800 الحين مع الخصومات، صرت حصيلتك اليوم كلها من اللي خصموا عليك واللي خصمت على مهذل، الآن معك 700 نقطة. أقدر أهديها؟ لا ما تقدر تهديها. هدا أنصفها. طيب ما تقدر. يلا معوض خير يا فارس، يا وازع، يا نواف. أبشر بالعوض. أنا عوض راسك والله يا أبو. يلا فارس الحربي 800 نقطة إضافة. يلا نروح مباشرة إلى القرعة.